نائب سيد بالخيري زكريا. بالخيري زكريا. للتصحيح فقط، بالخير زكريا كما بالخير العربي، ولاش سماح ولاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة شعب الجزائر الغاضب، أبناء جزائر المحروسة، سيد رئيس مجلس الشعب الوطني، سيد الوزير الأول، طاقمكم الحكومي، إخواني النواب، أخواتي نواب البرلمان، وزملائي في الأسرة الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله شهداء الثورة، رحم الله شهداء العشرية، شهداء الفيضانات، شهداء الطرقات، شهداء الحرائق، شهداء الأكسجين، ورحم الله شهداء البيروقراطية. اتصل بي والدي قبل أشهر وهو يبكي بحرقة ويترجاني، وليدي يعني مريض ما طوقتش الدين ينداوي في الخارج. قلت له يا أبي ولدك مش رئيس جمهورية، ولدك يعيش في دولة محطمة، رحم الله أبي، إن الله ولي رجعون. سيد رئيس مجلس الشعب الوطني، ما تزيدني ولا ثانية، أو كرونومتر عندي، ما تزيدني ولا ثانية وما تزيد الواحد ولا ثانية. نحن مشرعون، رانا ندوسوا في القانون قدام المواطن الجزائري، رانا نشرعوا. إذا كان بغيتوا تبدلوا في الدقائق هذه المجلس، المكتب تاعكم يعاود يدرس وتخرج بقرار. ما تمشيش الجزائر بالقوسطو، هذا هو المشكلة تاع الجزائر، كل حاجة راهي تمشي بالقوسطو. ما تزيدني ما تزيد الناس، رانا قدوات، توعدنا على 9:30 ندخلوا على 10، نتغداو توعدوا على 2:30 ندخلوا على 3. إذا كان حبينا سياسي راه قدوة، وحنا يا سادة النواب رانا جايين نمسحوا في صورة العار اللي كانت فايتة. كفانا تهريجا، كفانا بلطجة، كفانا عنترية زائدة، لازم نكونوا قدوات. والأوروبيين الكفار ماهمش خير منا، ولأنني معجب جدا جدا بالكفار، قعدت نحوس الأحزاب، لقيت أكثر حزب يشبه الكفار هو حمس. نعم، لا أخوانجية لا والو، راحت هذيك الحكاية. حمس لقيته مؤسسة حزبية، نعم نعم، احنا ورثنا هذه الثقافة من أوروبا، لقيته مؤسسة حزبية تحترم المؤسسة، عندها مؤسسات، عندها قواعد هي اللي تقرر، وعندها برنامج اقتصادي راقي جدا جدا. وإحنا فرحنا لما شفنا وزير أول عنده برنامج اقتصادي، ولكن بعد مراجعة لهذا البرنامج ورحت وجيت والخبراء ونستشير وديت وقتي كامل، هاهم وين النواب كامل باللي ثمن باللي عارف، اتفقوا على 4 نقاط. هذا البرنامج لا يحتوي على رزنامة زمنية محددة، هذا البرنامج لا يحتوي على أظرفة مالية محددة لهذه الوعود، هذا البرنامج لا يتكلم عن مصادر المال لهذه الوعود، وهذا البرنامج لا يتكلم عن ميكانيزمات لتنفيذ هذه الوعود. يعني مبدئيا ومنطقيا هذا البرنامج نرفضوه ونعطوهم الوقت حتى يعاودوا يديروا لنا هذا الشروط ونعاودوا نصادقوا عليه بنعم، ولكننا نتكلم غير ما نفعل. على بالي بلي راه فايت، وربي يوفقكم ان شاء الله، الله يكون في عونكم. فقط كنت حاب نغرق بزاف في التفاصيل تاع هذا البرنامج، ولكن دعني نتكلموا. انا اهتم كثيرا بعلم الاجتماع السياسي، لانه علم الاجتماع السياسي هو اللي يبنى الدول. شفتكم تتكلموا على الذكاء الصناعي وخاصه التكنولوجيا، ونسيتوا العلوم الانسانيه اللي تخلينا ندرسوا ذهنيه المواطن. سيد الوزير الاول، النصوص اللي راهي في البرنامج هذا والله رائعه جدا، وانا شفت نصوص في حكومات سابقه، وحتى نصوص في دستور بوتفليقه، نصوص رائعه جدا. المشكله في التجسيد، في ذهنيه المواطن الجزائري. نحكي لكم دوكا اسبوع تو، ركزوا معايا. رحت المطار، بوليسي جيت داخل لي سي باسي ما نستعرفش به، قال لي النايب. رحت الكوميسار قال لي خسارة عليك النايب، تدي لي سي باسي. روح فهم سيدي عاد الجمهورية في راسه. رحت كلاب ديبا عندي موعد. الجدارمي الأول تفضل سي نايب، الزوج ما شدنيش ثالث، هذه البطاقة ما عندها حتى معنى وممنوع تدخل، بصح كي راك مع العائلة معليش أنا خليتك تدخل. قانون تاع بويك نورمالمون، يا أنا ندخل الحبس يا هو يدخل الحبس، واحد فينا يفعل على القانون. رحت لا جروند بوست نخرج، هذه تاع أسبوع، أحداث تاع أسبوع. قلت لها هذه سيدتي المحترمة راني في أكثر من ساعة، 11 انجليزي، 3 موظفات، وأنت ساعة هضري في التليفون ساعة. قلت لي ما على بالكش باللي الناس كي تجي في لابوست تدير لاشين وتصبر، شدد رحمك. دوكا كل واحد عنده جمهوريه في راسه، لازم مراجعه جاده ذهنيه المواطن الجزائري. والله التجسيد شي خلاف، التجسيد شي خلاف. انت درت تسهيلات كبيره جمعيه علماء المسلمين، ورحنا نجيبوا في مولد اكسجين شبت وانا صغير، ويهبل اذا قلت له راه كاينه تعليمات في اير الجيري، كاين تعليمات من الوزير الاول، ما استعرفش بالوزير الاول، انا عندي دي جي تاعي دي ليكري. يعني التغنات تاع الجزائريين هذه، درك لازمنا تربيه نفسيه ولازمنا تربيه ذهنيه باش نقدروا من بعدها نهضروا على هذا المخطط ونقدروا نجسدوه. المشكله راه في مشكله التجسيد، وانا اعيد واكرر، احنا رانا قدوات. وذكر راني نتكلم على النقطه الاساسيه، انا علمي لكي نبدا العد يجب ان ننطلق من الصفر. كاين حاجة والله الذي لا إله إلا هو، إذا ما فريناهاش والله ما نتقدموا خطوة لقدام، وإذا فريناها بالبركة علينا. الأوروبيين ماهمش خير منا. الإنسان كي يكون مجنون ما تقدرش تعطي له دراهمك ولا دير معه مشروع. من نحن؟
كنا لاباس علينا انا قريت الجزائر دوله عربيه من 22 دوله، دوك اكتشفنا رواحنا رومان، بعد لقينا رواحنا فينيقيين، بعدها كاين لاعب كبير بتاريخ الجزائريين وبهويتهم وبمقوماتهم، لاعب غير مسبوق في عهد المستعمر ما صراش. درك كنت تهضروا تعزيز الهويه ومحافظه على الهويه، حافظوا الهويه، الايادي المرتعشه ما تبنيش دوله. درك راه كاين انفجار اجتماعي وشيك بسبب غلاء الاسعار وبسبب عرقيه مقيته، انا نقول لك بلا تقارير امنيه، وجدوا رواحكم. بكري كنا عايشين خاوه، ولكن درك مسؤول دوله جايب في راسه واحد ثقافه تاع دوار، واحد ثقافه تاع دشره، ما نقدروش نبنوا الجزائر كيما هاك. انا اهم شيء يبني الموضوع، مانيش نرقد، انا خايف على بلادي. ما لازمش نكونوا نخموا بهذا المنطلق فئوي ضيق. راكم على بالكم باللي كاين منطلق فئوي ضيق، كيفاش برلماني وسياسي عنصري متطرف فات هنا وسب لي سنوات، بعدها يسب مؤسس الدوله الجزائريه، وما ادراك ما مؤسس الدوله الجزائرية. والله ما كان دوله في المجره تقبل ان المؤسس تاعها يتسب ويتهان، يضربوه 3 أشهر حبس ومن بعد يخرج. علاش؟ لانه الجزائريين فهموا، قال لك هذوك شواكله عندهم اللي يحميهم، علاكم ديروا هاك؟ حنايا واحد يهضر على رئيس دائره يكتب عليه سطر تخطوه 5 سنين حبس. اذا كنت باغي تبنوا دوله ساووا بين الجزائريين وفقط. سيد رئيس الجمهوريه، الجزائريين انتخبوك باه تساوي بين الجزائريين وفقط. الجزائر احنا نبنوها، رانا جايب لكم برامج ضخمه وعملاقه. كمل الوقت. شكرا شكرا.